بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك، تقول: أختكم في الله يا سين ألف. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: عندي سبيكة من ذهب منقوش عليها تمثال، ولكنه ليس كاملا، إنما هو منقوش إلى نصفه، وأنا محتارة في لبسها. وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذا كان هذا التمثال الموجود بعضه على الحلي، إن كان الموجود الرأس والوجه فإن هذا حرام، لأنه صورة، لأن صورة الوجه. أما إذا كان هذا ليس فيه رأس فإنه لا يعتبر صورة، إذا أزيل الرأس فإنه لا يعتبر صورة، بل يكون مطموسا، يباح استعمال ما هو عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الغيبة تفطر الصائم؟ وإذا تاب الإنسان فهل يقبل الله سبحانه وتعالى صومه؟ الغيبة تفطر الصائم بمعنى أنها تبطل ثوابه، لا بمعنى أنه يجب عليه القضاء، هي لا تبطل الصيام ولكنها تبطل ثوابه فقط، ويذهب أجر الصائم إلى المغتاء الذي ارتاب المغلوب. فعلى الذي وقع منه غيبة هو صائم أو غير صائم، الغيبة حرام مطلق، لكنها في الصيام تزيد تحريما وتزيد بأنها تبطل ثواب الصائم، مع كونها حراما ومؤثمة أيضا تذهب بأجر الصائم، فلا يكون له أجر في صيامه. فعلى المسلم أن يجتنب الغيبة مطلقة، ولا سيما في حالة الصيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: عندما يأتيني الحيض يظل بي 8 أيام ثم أغتسل، وبعد هذه الأيام يأتيني بعدها صفرة تظل بي 5 أيام، وأنا أظل محتارة في هذه الأيام، هل أصلي فيها أم لا؟ وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها. جزاكم الله خيرا. إذا كانت الصفرة متصلة بالدم فإنها تعتبر من الحيض، أما إذا طهرت بعد الدم انقطع انقطاعا كاملا وراء النقاء وتطهرت ثم رأت الصفرة بعد ذلك فإنها لا تلتفت إليها، بقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كذلك في حديث عائشة الذي أشارت إليه السائلة، وهي أنها قالت للنساء لما سألناها عن الطهر: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني علامة الطهر الواضحة. فما دام على المرأة خارج من الدم أو الصفرة أو الكدرة في أيام العادة فإن هذا يعتبر حيضا تجلس من أجله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد العزيز الأشقر بعث يسأل ويقول: هل هناك آيات تسمى آيات الحرز؟ وإذا كان كذلك فما هي؟ جزاكم الله خيرا. ليس هناك آيات بهذا الاسم آيات الحرز، وإنما هناك آيات يقرأها المسلم من باب الورد الذي يمنع الله به عنه المحذور. من ذلك وأعظم ذلك آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: من قرأها عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
كذلك إذا قرأ الإنسان سورة قرأ الإنسان آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد الفريضة فإن هذا مما يحفظه الله تعالى به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك ملائكة أرفع درجة من الملائكة الذين نعرفهم الحفظة والكتاب والمسبحين وجبريل وميكائيل؟ جزاكم الله خيرا. الملائكة يتفاضلون فيما بينهم بحسب منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. المقربون عند الله الذين يحملون العرش هؤلاء أفضل من غيرهم، وجبريل هو أفضل الملائكة أو سيد الملائكة عليه الصلاة والسلام، هم يتفاضلون بينهم لا شك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذكر ابن كثير في تفسيره للروح في سورة الإسراء، ذكر أن هناك ملائكة لا يرى بعضهم بعضا، هل ما ذكره صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم، هذا يحتاج إلى ثبوت الدليل، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان هناك مواجهة بين المسلمين عدوهم، فما هي الأذكار المشروع قولها عند مواجهة العدو؟ جزاكم الله خيرا. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكرون الله بالتهليل والتكبير والتسبيح، اذكرون الله جل وعلا بذلك، لأن هذا يثبتهم الله به ويزيدهم قوة ويرهب عدوهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول عن نفسها: زوجي دائما مهما في بيتنا وبين أولادنا، إلا أنه يغضب إذا كتمت عليه أي سر من أسرار البيت أو أسرار الأولاد، ويشتكي إلى أهلي في هذا الخصوص، كيف أتصرف وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن صاحب البيت ووالد الأولاد أنه راع عليهم ومسؤول عنهم، فلا بد أن يطلع على أحوالهم وتصرفاتهم حتى يقر منها ما كان حسنا ويمنع ما كان سيئا، له الحق في ذلك لأنه راع على أولاده. صلاة الاستخارة، هل تصلى في أي وقت من النهار أو الليل؟ جزاكم الله خيرا. تصلى عند الحاجة إليها، يحتاج الإنسان إليها فإنه يصليها ركعتين ويدعو بعدها بالدعاء الوارد. إذا رأى بعد صلاة الاستخارة رؤيا معينة، هل يأخذ بها أو لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا يختلف اختلاف الرؤيا. إذا كانت رؤيا يترجح عند الإنسان أنها رؤيا حق، فإنه يستبشر بها ويعمل بها. أما إذا كانت مجرد أضغاث أحلام أو حديث نفس فإنه لا يلتفت إليها، خصوصا إذا كانت أحلاما مزعجة ومخوفة فإنها من الشيطان، عليه أن يتجنب أن يتركها وأن يرفضها وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج الرؤيا المكروهة، إن إذا رأى الإنسان رؤيا يكرهها فإنه يتحول من الجنب الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر، ويستعيذ بالله وينفث عن يساره 3 مرات، ولا يخبر بها أحدا، لا يخبر بها أحدا ولا تضره إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فتاة لم تتزوج بعد، رأت في منامها أن عظيما من عظماء الإسلام يخطبها، ما هو تفسير هذه الرؤيا في نظركم شيخ صالح؟ الله أعلم. عليها أن تحسن الظن بالله عز وجل وأن تدعو الله بالزوج الصالح إذا لم تكن متزوجة ولو لم ترى هذه الرؤيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تشتكي امرأة من زوج لها، فتقول إنه سيء الخلق سيء الدين ويسب الدين والعياذ بالله باستمرار وفي أتفه الأمور، وإذا حادثته أو طلبت منه شيء هي أو أولاده يكون على ذلكم الحال، كيف يكون تصرفهم معه؟ جزاكم الله خيرا. وهل تبقى معه في البيت رغم الأولاد؟ وفقكم الله. إذا كان يسب الدين فإنها ردة عن دين الإسلام، وإذا ارتد فإنها لا تحل له أمر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تنتهي عدتها، وإلا فإنها تفارقه، لأن المسلمة لا تبقى مع الكافر. قال تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم حلون لهم. قال تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة مغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
المعروف الذي يتلفظ بألفاظ الردة مثل سب الإسلام أو سب الدين أو الاستهزاء بالدين أو غير ذلك من أنواع الردة، هذا يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف عين حاء، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل أحكام تجويد القرآن تنطبق على القراءة السرية كما هي في القراءة الجهرية؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يعني يقرأ القرآن بالتجويد سواء قرأه سرا أو جهرا، لأن هذا من آداب التلاوة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة خلف رجل تشك في صحة اعتقاده؟ إذا لم تعلم عنه شيئا أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأحسن الظن به. الأصل في المسلم العدالة والخير والحمد لله. أما إذا تبين لك منه ما يتنافى مع الدين ومع العقيدة فحينئذ تجنبه ولا تصلي خلفه. جزاكم الله خيرا. ما معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ معناه أن هذا المكان مكان فاضل، وأنه مستحب الصلاة فيه لأنه روضة من رياض الجنة، فتستحب الصلاة في هذا المكان إما فريضة وإما نافلة، صلي فيه ركعتين خصوصا إذا قدم من سفر. هذا الموطن ما بين منبره صلى الله عليه وسلم وبيته روضة من رياض الجنة، يعني مكان فيه فضل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل القعقاع بن عمرو صحابي أم من التابعين؟ صحابي جليل ومجاهد وبطل من أبطال الإسلام وقائد في الفتوحات، على التفات إلى ما يقوله الشيعة في نفيه وأنه غير صحيح، هذا لأنهم نفوا كثيرا من الشخصيات الإسلامية، القعقاع وغيره نفوا عددا كثيرا من الشخصيات الإسلامية وزعموا أنها موهومة كما يقولون، فلا التفات إلى قولهم ولا اعتبار بكذبهم وافترائهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا غادر المرء الرياض متوجها إلى جدة، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في مطار الرياض في الذهاب وكذلك في العودة؟ جزاكم الله خيرا. هذا يرجع إلى حقيقة المطار، هل هو داخل مباني الرياض أو خارجها؟ فإن كان داخل المباني فإن من يريد أن يسافر من أهل الرياض لا يقصر الصلاة في المطار لأنه لم يخرج من بلده، وأما إذا كان المطار خارج البنيان فإنه يكون قد خرج وشرع في السفر يقصر الصلاة، إلا إذا كانت الصلاة وجبت عليه وهو في البلد فإنه يتمها ولو صلىها خارج البلد لأنها وجبت عليه تامة فيؤديها تامة. لكن إذا كان المطار خارج البلد وخرج من البلد ولم تجب عليه الصلاة، لم يدخل وقتها وإنما دخل بعدما دخل في المطار، فإنه يكون حينئذ مسافرا يقصر الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حكم الشيخ صالح الفوزان على مطار الملك خالد الدولي، هل هو داخل البلد أم خارج البلد؟ اللي يظهر لي والله أعلم أنه خارج البلد، الحمد لله. اللي يظهر لي أنه خارج البلد، لكن من أراد الاحتياط نعم وإبراء الذمة فإنه يكمل الصلاة. طيب. نعم. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف واو سين با يقول: رجل متزوج من اثنتين، زوجتها الأولى أهلها في البلد الذي هو فيه وتذهب لزيارتهم كل أسبوع وتعود إلى بيتها في اليوم نفسه، والزوجة الثانية أهلها في بلد آخر، والآن هو يريد أن يأخذ زوجته الثانية ويسافر بها لزيارة أهلها وسيبيت معها مدة 20 يوما ويعود بعد ذلك، ما الواجب عليه حتى يكون عادلا في مثل هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليه إلى قدم من سفره أن يبدأ القسم بين الزوجات، وأما ما مضى في حال سفره فلا يحاسب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل ويقول: ارتكبت كبيرة وكنت جاهلا وعمري بين 18 و19 ونذرت أن أصوم لله شهرين متتابعين ولكن لم أتمكن إلا في شعبان، فصمت شعبان كاملا ورمضان كاملا وأفطرت أيام التشريق 3 وواصلت صومي حتى 3 ذي القعدة وهذه 3 أشهر كاملة، وطبعا فصلها
رمضان، نرجو الإفادة بكل تدقيق، وإن كان على شيء فوجهوني جزاكم الله خيرا. صيامك صحيح والحمد لله، وتخلل رمضان بين الشهرين المتتابعين لا يقطع التتابع، لأنه صوم واجب. التتابع لا يقطعه صوم واجب ولا فطر واجب. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للمسافر شيخ صالح، هل يشرع له أن يفطر وإن كان يصوم صوما متتابعا كالكفارات مثلا؟ لا الأحوط له تتابع، صوم التتابع، لأن السفر مختلف فيه، هل يقطع التتابع أو لا؟ الاحتياط أن يواصل الصيام ويتابع الصيام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لمزيد من الإيضاح، امرأة عليها صيام شهرين متتابعين، لا شك أن المرأة تمر بها أعذار شرعية، كيف يكون حالها والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا شيخ صالح. قلنا إن التتابع لا يبطله صوم واجب كشهر رمضان، ولا فطر واجب كأيام العيدين وأيام التشريق وحالة الحيض للمرأة، هذا كله لا يقطع التتابع، لأنه فطر واجب، لأن الحيض يجب عليها الإفطار، لا يجب لها الصيام في حال الحيض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما أفطرت المرأة على سبيل المثال 10 أيام في الشهرين المتتابعين، في كل شهر 5 أيام، لنفترض أنها أيام حيضتها، هل عليها حينئذ أن تقضي تلك الأيام التي أفطرتها؟ عليها إذا طهرت أن تواصل تبني على الأيام التي قبل الصيام، تبني عليها وتكمل الشهرين. تكمل الشهرين. جزاكم الله خيرا. وتكون عدة الشهرين 60 يوما شيخ صالح أو 60 يوما؟ إن ابتدأت الصيام بالهلال نعم، فتصوم شهرين هلاليين. طيب. سواء كان تامين أو ناقصين. ما شاء الله. وإن كانت ابتدأت الصيام من أثناء الشهر نعم، فإنها لابد أن تصوم 60 يوما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا هذا يختلف باختلاف ابتداء الصيام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول رأيت بعض الناس إذا مات عندهم أحد دفنوا رأسه جنوبا ورجليه شمالا، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. السنة أن يوجه الميت في قبره إلى القبلة، وأن يكون رأسه إلى جهة الشمال ورجلاه إلى جهة الجنوب، هذا إذا كان شرق الكعبة، شرقي الكعبة أو غربيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا أعمل راعي غنم ولي مرتب معين، كيف تكون زكاة هذا الراتب؟ جزاكم الله خيرا. وهل أخرج نفقتي ونفقة أولادي منه والزكاة على المتوفر فقط؟ يقول أنا راعي غنم ولي راتب معين، كيف تكون زكاة هذا الراتب؟ هل هي على الراتب كله أو بعدما يتم حسم نفقتي ونفقة أهلي وأولادي؟ جزاكم الله خيرا. الذي له إيراد شهري يتكرر كالراتب وغير ذلك، يتوفر لديه دراهم يحتفظ بها، هذا الأحسن له والأسهل عليه أن يعتذر شهرا من السنة موعدا لإخراج زكاتي ما تجمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله، لا يسعه إلا ذلك. أما لو قلنا أنه يتقيد بتمام الشهر مع كل مبلغ لشق ذلك عليه، فيعتبر شهرا من السنة موعدا لإخراج زكاته إلى مثلها من السنة القادمة، ويكون الذي تم حوله أخرج زكاته في وقتها وقت وجوبها، وما لم يتم حوله فقد عجل زكاته، وتعجيل الزكاة جائز لا سيما للحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يسأل ويقول ماذا يفعل من نسي سجدة في وسط الصلاة مثلا في الركعة الثالثة من صلاة العصر وقام وشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الرابعة؟ جزاكم الله خيرا. يعتبر الركعة التي ترك السجدة منها اعتبرها لاغية، وتقوم التي تليها مقامها، يكمل صلاته على هذا الأساس ويسجد سجدتين للسهو. بعد هذا ننتقل إلى رسالة أخرى من رسائل المستمعين الواضحة، فهذه رسالة بعث بها مستمع يقول ميم عين من عرعر، تقول لقد قمت بتأدية فريضة الحج قبل 3 سنوات ولله الحمد، وذلك بصحبة بعض الأقارب، وفي اليوم 12 من ذي الحجة أردنا أن نرمي الجمرات ونتعجل، وفي الساعة 2 ظهرا تقريبا ذهبنا لرمي الجمرات، وفي الطريق قابلنا بعض الأشخاص الذين قالوا لنا إن الجمرات حولها زحام شديد، فبدل إخواني وأقاربي رأيهم وقالوا إذن ننتظر إلى الغد، يعني اليوم 13، أي أنهم لا
يريدون أن يتعجلوا. عند ذلك ذهبت أنا إلى المسجد لأداء صلاة العصر، وبعد الصلاة جلست في المسجد لأن أخواني وأقاربي قالوا نريد أن ننتظر إلى الغد إلى اليوم 13، ولكنهم بعد العصر رجعوا إلى الجمرات ووجدوا فرصة ورموا الجمرات ورموا عني لأنهم بحثوا عني ولم يعرفوا أني في المسجد، وقالوا إننا خفنا عليك من الزحام بجانب أننا لم نجدك في الخيمة، وكان عمري آنذاك في 18. ما حكم حجي؟ جزاكم الله خيرا. حجك صحيح والحمد لله، ولكن عليك فدية عن ترك الجمرات في هذا اليوم، لأن توكلهم عنك بغير إذنك وبغير عذر لا يصح. اعتذري أنك لم ترمي الجمرات في هذا اليوم فيكون عليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. إن ذهبت وذبحتيها الحمد لله، وإن وكلت من يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم كفى هذا. وإن كنت لا تستطيعين ماديا، يعني ليس عندك مال تذبحين، فإنك تصومين 10 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أقارب اختلفوا على قضية معينة، ونتيجة لهذا الاختلاف تهاجروا لمدة 6 سنوات، ويسألون الآن ما الحكم شيخ صالح وماذا يجب عليهم، ولا سيما إذا كان ذلكم الأمر تافها كما يعبرون، وفقكم الله. لا يجوز هجر المسلم وإن كان لابد فإلى 3 أيام، ومن زاد عن 3 فإنه لا يجوز، إذا كان هذا الهجر من أجل أمور الدنيا. أما إذا كان هجرا دينيا على ترك واجب أو فعل محرم ولم يتركه فإنه يهجر إلى أن يترك هذا الشيء. أما إذا كان من أجل أمر دنيوي أو من أجل أمر نفسي فقط، شيء في النفوس، فإن هذا حرام، وما فعلته محرم، وأنتم آثمون على ذلك. ولكن الحل أنكم تتسامحون فيما بينكم، ويعفو بعضكم عن بعض، وتستغفرون الله وتتوبون إليه عما حصل، ولا تعودون لمثل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم جميل تسأل وتقول: ما حكم الدين في امرأة حجت حجة كاملة مستوفية الأركان والواجبات، إلا أنها عند رمي الجمرات جمعت الجمرات ووكلت زوجها أن يرميها بدلا عنها، وذلك لصعوبة الوصول إلى مكان الرجم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا لعذر صعوبة الوصول، أنها لا تستطيع الذهاب لكبر سنها أو لمرضها أو لضعفها أو يكون معها أولاد صغار تحافظ عليهم، هذا عذر شرعي لها أن توكل، وإذا رمى عنها الوكيل على الوجه المشروع أجزاء ذلك والحمد لله. أما إذا كان التوكيل لغير عذر فإنه لا يعتد به، لأنه يجب على الحاج أن يباشر الرمي بنفسه إلا إذا كان معذورا فإنه يوكل. ما ذكرته السائلة من أن تركت الرمي ووكلت زوجها لأن الطريق يشق عليها، هل عذر شرعي؟ الوكالة صحيحة إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة